نبدأ بسم الله. اللاب بتاعنا دلوقتي هنشوف فيه ازاي الاكسس بوليسي بتشتغل على الفابريك على الاي سي اي من خلال ان انا هكونفيجر في بي سي فيرتشوال بورت شانل ما بين سيرفر موجود عندي وما بين الفابريك اللي موجود معايا دلوقتي اللي بيتكون من 2 ليف وواحد سباين زي ما ذكرنا في السيشنز اللي قبل كده. طبعا عشان نفهم اكتر سيت اب ازاي انا حابب ان احنا نتفرج على التوبولوجي الموجوده عندنا عشان نقدر نستوعب اللاب بتاعنا شغال ازاي. اللاب بتاعنا متكون من 2 ليف شابكين بايبك واصلين بيو سي اس سيرفر، وده هيبقى السيرفر بتاعنا، شابكين على بانترفيس ايثرنت 1/3 على البوست نكسس ليف سويتشز اللي موجود معانا في اللاب. طبعا زي ما ذكرنا قبل كده ان الاكسس بوليسيز او الاكسس بوليسيز مكونه من بوليسيز داخله جوه بروفايلز، داخله جوه في اتاش في دومين في بي لان. وللتوضيح اكتر عندنا الدايجرام ده اللي بيشرح البروسيس شغاله ازاي. المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا ان الكونفيجريشن بتاعتنا كلها بيبقى اسمها بوليسيز، يعني انا عندي CDB configuration بيبقى اسمها بوليسي، ال LDB configuration بيبقى اسمها بوليسيز، اي configuration قبل كده كنت بحطها على الانترفيس كان اسمها بوليسي. البوليسيز دي كلها اوكي بتتجمع على انترفيس بوليسي جروب وبيروحوا على بروفايل انترفيس بروفايل. طبعا احنا اتكلمنا قلنا ان البروفايل هي حاجه بتبوينت على او هي كونتينر او انديكيتور بيبوينت على انترفيسز معينه، لو هي سويتش بروفايل يبقى بيبوينت على سويتش معين. في الانترفيس بروفايل بيبقى جواه في حاجه اسمها انترفيس سيلكتور، هو اللي بيقول السيلكتور ده على سبيل المثال انترفيس اي 1/3 هيبقى جواه البوليسيز جروب دي اللي هي بتقول انيبل سي دي بي او ان دي بي او وهكذا. ودول كلهم بيبقوا موجودين تحت سويتش بروفايل. اوكي السويتش بروفايل ده بيقول والله ان الكلام ده كله الانترفيس سيلكتور اللي بيبوينت على الانترفيس دي بالجروب بوليسيز دي بالكونفيجريشن دي تحت سويتش مثلا ليف 101 او ليف 102. وقلنا حاجه ثانيه ان الانترفيس جروب بوليسي بيبقى فيه حاجه اسمها اتاشبل انتيتي بروفايل الاي اي بي، وده بيبقى فيه حاجتين تحتين مهمين جدا. اول حاجه الدومين اللي بيقول الكونفيجريشن دي كلها هتبقى تحت فيزيكال سيرفر او راوتر او سويتش او هايبرفايزر في ام وير لو في عندي في ام وير انتجريشن مثلا او هايبر في او وات ايفر، وكمان مربوطين باي في لان او في اكس لان او في سان لو انا عندي الاستورج كمان. حاجه ثانيه برضو لازم نعرفها ان الدومين ده هو اللي بيربط الاكسس بوليسيز دي كلها بالتننت زي ما هنعرف بعد كده في السيشنز اللي جايه. اللاب بتاعنا نخش على الاكسس بوليسيز. طبعا انا حابب ان احنا طبعا في ويزرد يقدر يكونفيجر الفي بي سي دي بمنتهى السهوله، لكن بما ان احنا عايزين نشرح شرح تفصيلي حابب ان احنا نفصص او نبريك داون نقسم الكونفيجريشن كلها عشان نقدر نستوعبها اكتر ونقدر نستوعب اللوجيك بتاع السيسكو اي سي اي اكتر. تعالى ناخد الكونفيجريشن من تحت لفوق، بمعنى هنكريت الاول البوليسيز، هنحط البوليسيز اتريبيوت، بعد ما نحط البوليسيز اتريبيوت هنحطها في انترفيس بروفايل، بعد كده هنحطها في سويتش بروفايل، بعد كده هنحطها الاي اي بي، بعد كده هنحطها في الاي اي بي وهنحط لها الفيلانز بتاعتها. طيب نبدأ ازاي؟ تعال نبص على البوليسيز تاب هنا. هنا يا جماعه ده اللي قصدته بان الكونفيجريشن بتاعتي اصبحت بوليسي. هلاقي في حاجتين، هلاقي في عندي اكتر من حاجه، هلاقي في مثلا فولدر اسمه سويتش، وده معناها دي كل البوليسيز او كل الكونفيجريشن اللي انا اقدر احطها للسويتشز الموجود عندنا، وهلاقي في بوليسيز ثانيه للانترفيس. طيب تحتيها ايه البوليسيز بتاعت الانترفيس؟ كل ما تتخيله من configuration كنت بتحطها بالسي ال اي قبل كده اصبحت موجوده as a policy as a template تقدر تستخدمها
بعد كده في كونفيجريشن تانية، وهنا مصطلح الريوزابيليتي اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب هقول والله انا محتاج في الفي بي سي بتاعتي انترفيس ايه اللي محتاجه؟ هقول مثلا انا محتاج ان انا انيبل سيسكو ديسكفري بروتوكول السي دي بي، اللينك ليفل ديسكفري بروتوكول ال ال دي بي، وكمان محتاج ان انا اخلي الاتريبيوتس بتاعه او النيجوشيشن بتاع البورت شانل ستاتيك مثلا. هنيجي هنا على السي دي بي، خد بالكوا يا جماعه هتلاقي فيه ديفولت بوليسي وهتلاقي فيه بوليسي كمان انت تقدر تكريتها. انا ذكرت قبل كده في السيشن اللي قبل كده ان 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 العلاقه ما بين الكونفيجريشن او 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 البوليسيز والاوبريشن هي علاقه عكسيه. يعني ايه؟ يعني كل ما بحط بوليسيز كتيره كل ما كل ما الاوبريشن قدام بيقل. انا بتكلم في بدايه المشروع، فالمفروض يعني طول ما انت بتحط بوليسيز مثلا، يعني زي ما هنعمل هنا مثلا هنعمل بوليسي هنسميها على سبيل المثال سي دي بي انيبل. اوكي مثلا هقول والله ان البوليسي دي السي دي بي انيبل باي ديفولت. خد بالكم في ديفولت بوليسيز طبعا موجوده من سيسكو، في بوليسيز ثانيه انت هتكريتها. قلنا عايزين نعمل ايه ثاني؟ ال ال دي بي. اوكي اقول والله انا هخلي ال ال دي بي انيبل. اوكي وكمان مثلا في عندي اللينك ليفل هنا اقدر والله اقول مثلا دي اللينك ليفل دي اقول انها مثلا 1 جي ايجا بت بير سكند، اقول دي نيجوشيشن كذا، هقول السبيد مثلا 1 جيجا. هي الديفولت طبعا نيجوشيتد بس انا هخليها 1. هنا انا بكريت البوليسيز بتاعتي اللي موجوده عندي. انا كمان هكريت له البورت شانل. اوكي فهمتوا يا جماعه؟ انا هنا بحط البوليسيز بتاعتي اللي هي المفروض الكونفيجريشن ريليتد بالانترفيس. طيب تقول له مثلا هنا ايه بي بورت شانل ستاتيك مثلا، اقدر اعملها وهنا المود على سبيل المثال ستاتيك. اوكي فهنا يا جماعه انا عملت كونفيجريشن لكل، طبعا عملت كونفيجريشن للكونفيجريشن المفروض هتتحط للانترفيس عندي. النقطه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها قلنا ان المفروض الكونفيجريشنز دي هتتحط فين؟ في انترفيس جروب بوليسي. اوكي انا المفروض هجمعهم في جروب بوليسي، الجروب بوليسي ده هيبقى رايح على انترفيس بروفايل. انا كل ده بتكلم على الليفل بتاع الانترفيسز. طيب الجروب بوليسي دي هلاقيها فين؟ هلاقيها تحت الانترفيس. اوكي تحت الجروب بوليسيز. من ضمن المميزات او من ضمن الخصائص بتاعت الجروب بوليسي خصوصا في الانترفيس ان كل جروب بوليسي مربوط بنوع انترفيس معين. يعني هلاقي فيه جروب بوليسي للاكسس انترفيس العادي، الانترفيس النورمال السنجل العادي، وللبورت شانل لو انا مستخدم بورت شانل، والفي بي سي وهكذا. يعني فكل انترفيس تايب هيبقى ليه الجروب بوليسي المعينه بتاعته. طبعا انا مكريت اوريدي او هعمل اوريدي في بي سي، هسمي الجروب بوليسي بتاع الفي بي سي. هنا خد بالكم يا جماعه زي ما اتفقنا النيمينج كونفنشن مهم جدا بالنسبه للاي سي اي، هسميه في بي سي مثلا، هتبقى لان السويتش هي هتبقى داخله على سويتش 101 و102. بصوا يا جماعه هنا هاجي على السي دي بي هقول له انيبل للسي دي بي، دي الكونفيجريشن كلها اللي احنا عملناها قبل كده. اوكي هقول له انيبل للال دي بي وكمان البورت شانل هقول له الايه بورت شانل ستاتيك. هنا قصه الريوزابيليتي بتبان اكتر بان خلاص انت بمجرد ما بتعمل الكونفيجريشن دي كتيره لما بتيجي تكريت بورت شانل او في بي سي بعد كده بتلاقي الكونفيجريشن دي كلها بري ديفايند ومحطوطه ومرصوصه في مكانها الصحيح. طيب نيكست
هنا المونيتور هقول له فينش، يبقى انا كده ايه كريت الايه كريت الجروب بوليسيز اللي معايا. البوليسيز بوليسيز صغيره كريتها حطيتهم في جروب بوليسي. الجروب بوليسي دول الجروب بوليسي ده نوعه بورت شانل. انا هنا عملت كونفيجريشن لحاجه؟ لا، انا هنا بس ما عملتش ابلاي لاي كونفيجريشن. انا هنا بعمل جروبنج للكونفيجريشن اللي موجود عندي. ليه؟ لان انا ستيل في ليبل البوليسي. بمجرد ما البوليسي دي تتحط على بروفايل يبقى انا ابتديت ابوينت على حاجه معينه. طيب البروفايل هلاقيه هنا، الانترفيس بروفايل هلاقيه هنا. هقول والله الانترفيس بروفايل ده المفروض هيبقى للبي بي سي بتاعتي اللي اسمها 101 اوكي لحد 102. هنا في البروفايل هلاقي الانترفيس سيلكتور. هنا تحت البروفايل انا بالظبط بقول له وير تو بوينت. انا هنا بقول له الكونفيجريشن الانترفيس بروفايل ده هيبقى مربوط ب الانترفيس. طبعا هديله اسم، لازم كل حاجه تحت الاي سي اي يبقى ليها اسم. ده يا جماعه نيم كونفنشن عادي. هنا هحط الانترفيس اي دي، هقول له ايه 1/3، لان احنا شفنا السيرفرين كانوا مربوطين في انترفيس 1/3. شوف حضرتك هنا هتلاقي الجروب بوليسي بتاع الانترفيس ده. اوكي، الجروب بوليسي دي بتقول خصائص الانترفيس ايه. يعني انا كريت جروب بوليسي مرتبط بالفي بي سي، اول ما احطها هنا الاي سي اي على طول هيعرف ان ايه ان الانترفيس سيلكتور ده مربوط بالفي بي سي. تاني بوليسيز حطيتها في جروب بوليسي بيقول نوع الانترفيس ايه. حطيت انترفيس بروفايل، جوه الانترفيس بروفايل حددت اي انترفيسز وايه وعملت اساين للجروب بوليسي اللي عندي. طيب اوكي فينيش فينيش. سؤال، طيب سؤال سؤال. انا هنا خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. انا هنا اصبح عندي في انترفيس بروفايل اوكي تحتيه بوليسيز بس مربوطين في الهواء، محتاج اعمل لهم اساين للسويتش. اوكي، يبقى انا محتاج اخش عندي هنا تحت السويتش واعمل ايه سويتش بروفايل زي ما اتكلمنا قبل كده. سويتش بروفايل عشان ابوينت على سويتش معين وابوينت على كونفيجريشن معين. طيب هكريت السويتش بروفايل اللي عندي، هسميه مثلا في بي سي. طبعا بما ان دي في بي سي فهو بيشوفهم ان هما اتنين سويتش بروفايل، كان هما سويتشين، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الفي بي سي بتفورم او بتتكون على اتنين سويتش مش سويتش واحد، عكس البورت شانل اللي هو بيبقى يعني سويتش واحد ترمينيت عليه اتنين انترفيس وعامل لهم لينك اجريجيشن. هنا اللينك اجريجيشن بيتم على تو ديفرنت سويتش. فهنا السويتش بتاعي هيبقى البروفايل بتاعه سويتشين مش سويتش واحد، اللي هو 101 بلس 102. اوكي هنا البروفايل سيلكتور بتاعي هقول له اقول له سويتش سيلكتور بتاعي، هقول له والله الكونفيجريشن دي دي في بي سي هتابلاي على 101 و102. اوكي اوكي ابديت. طيب شوف بقى الحركه اللي جايه بعد كده، هيقول لي طيب هتحط بالظبط اي سويتش بروفايل. ما انت دلوقتي اصبح عندك اي انترفيس بروفايل. انت دلوقتي اصبح عندك سويتش بروفايل جاهز، لازم تحط له انترفيس بروفايل. اوكي هقول له والله الانترفيس بروفايل اللي احنا كريتناه قبل كده اللي هو في بي سي مكتوبه في او سي بس هي تايب يعني غلط، بس هي المفروض بي بي سي. اوكي يبقى بكده انا عملت ايه؟ عملت السويتش بروفايل بتاعي وحطيت تحتيه الانترفيس بروفايل اللي موجود معايا. فاضل بس حاجه واحده في السويتش بوليسيز، ودي حاجه مرتبطه بالفي بي سي، ان انا لازم احدد له الفي بي سي دومين بتاع السويتش عشان يقدر يشتغل من خلال اخش على البوليسيز. طبعا احنا قلنا ان البوليسيز دي بتبقى مربوط فيها كل الكونفيجريشن الموجوده معايا. تحت البوليسي تحت السويتش هخش تحت البوليسي تحت السويتش الفيرتشوال بورت شانل اللي موجود عندي،
اضيف تحتيه هضيف تحتيه ال فيرتشوال بورت سكيورتي بوليسي، وده اللي هيقول الدومين بتاع البي بي سيز بتاعي شكله عامل ازاي. هقول له والله ان هيبقى اسمها بي بي سي 101 102، وده اللي بيعمل الجروبنج بتاع السويتشز از بي بي سي كونفيجريشن. هدي البي بي سي اي دي، هقول والله البي بي سي اي دي ده رقم 100 وكمان الدومين. خد بالك انت تقدر تستخدم الدومين وتقدر كمان تكريت الدومين زي ما انا هعمل دلوقتي. هسمي الدومين ده بي بي سي 101 102. مهم جدا يا جماعه انك تعمل الفيرتشوال بورت سكيورتي بوليسي والفي بي سي دومين عشان خاطر الكونفيجريشن بتاعت البي بي سي تقوم. ان شاء الله في السيشنز بتاعت النكسس هنتكلم بتفاصيل اكتر، بس بما ان هي اوت اوف سكوب من الكورس من التريننج بتاعنا النهارده، فنتكلم على البي بي سي دومين كورس النكسس باذن الله. طيب هقول له والله الدومين ده هيبقى على سويتش 101 وسويتش 102. لحد هنا انا عملت الانترفيس بروفايل، وكمان عملت الانترفيس سويتش، وحطيت البوليسيز بتاعتهم، وكل حاجه اصبحت تمام. ناقصني ايه؟ ان انا احط الفيلانز واحط الدومين واربطهم ب اي اي بي اتاشبل انتيتي بروفايل. تعالى نشوف الاتاشبل انتيتي بروفايل بيتجمع من فين. اول حاجه لازم اعملها لازم احدد الفيلان رينج اللي هيشتغل معايا في الايه في الفيلان بول. على فكره يا جماعه الفيديو اللي قبل كده، لان فعلا كنت مرهق ما كنتش عارف اجيب الفيلان بول من فين، ففي كان في غلط كان في غلطه في وطبعا الكورس اللي فات كان هو نظري اكتر من عملي. هنا الطريقه الصح ان انت تكونفيجر الفيلان اي دي وتربطها بال اتاشبل انتيتي بروفايل. انا هنا عملت الفيلان بول اللي موجوده معايا، هقول والله دي هتبقى للمين؟ للفي بي سي. اوكي هخليها ستاتيك الوكيشن. اوكي وكمان هدي لها رينج، هقول والله ان هي من رينج 10 لرينج 50. يبقى الفي بي سي دي هتستقبل من رينج 10 لرينج 50. هسيب الكونفيجريشن دي على السيتنجز دي على الديفولت بتاعها. يبقى انا كده كريت البيلان بول بتاعتي. محتاج اعمل ايه؟ محتاج احط البيلان بول دي تحت دومين. اوكي هنا هلاقي الدومين اللي موجود معايا. طيب محتاج اسال نفسي سؤال، هل السيرفر ده نوعه ايه؟ فيزيكال بير ميتال طبعا، او هل هو اكسترنال بريدج ولا فايبر شانل ولا ال 3 دومين راوترز. اوكي ولا فيزيكال دومين سيرفرز. هو يبقى فيزيكال دومين طبعا. اقول له والله ايه كرييت الفيزيكال دومين اللي عندي ده، اسميه مثلا سيرفر. اوكي وتحت السيرفر ده هديله الفيلان بول اللي احنا كريناه اللي اسمها البي بي سي. تاني انا عملت الفيلان بول وقلت الفيلان بول الدومين بتاعها ده هيبقى اسمه سيرفر. اوكي الدومين يا جماعه هو اللي بيربط بالتيننت بالاحرى، لان الدومين ده بيتحط فيه فيلان بيبقى كونتينر تحت الاتاشبل انتيتي بروفايل، وبيبقى الدومين ده هو اللي مربوط بالتيننت زي ما هنشوف في الايه في الكورس القادم ان شاء الله. بعدين كده احنا عندنا الدومين سوري الفيلانز حطيناها تحت الدومين. محتاجين نعمل ايه تاني؟ محتاجين نكريت الايه الاتاشبل انتيتي بروفايل. اتاشبل انتيتي بروفايل سمبلي هسميه هنا في بي سي. اوكي هسميه هنا دومين في بي سي، هخليه في بي سي عشان يبقى ليه الاسم واحد. اتاشبل انتيتي بروفايل هقول له والله ده هيبقى داخل تحت الدومين اللي احنا لسه مكريتينه اللي اسمه سيرفرز. تمام تمام نكست
فينش. خدوا بالكم يا جماعه الريوزابيلتي، انت تقدر تستخدم الاتاشبل انتيتي بروفايل ده تحت اكتر من انترفيس بروفايل، تقدر تستخدم الفيلان بول دي تحت اكتر من انترفيس، تحت اكتر من اتاشبل انتيتي بروفايل. الريوزابيلتي عاليه جدا في الـ في الـ في, في السيسكو اي سي اي، عشان كده لازم تحدد بالظبط انت هتحط الكونفيجريشن بتاعتك ايه فين، وقبل ما تشتغل في الكونفيجريشن لازم تقعد مع نفسك وتكتب بالورقه والقلم ازاي السيت اب بتاع الديزاين بتاعك، عشان بعد كده ما تتعبش في الكونفيجريشن عندك. طيب انا كده عملت الاتاشبل انتيتي بروفايل، انا ايه اللي ناقصني دلوقتي؟ ان انا اخش تحت الانترفيس اوكي في البوليسيز اللي هي كانت موجوده تحت البي بي سي، هضيف هنا الاتاشبل انتيتي بروفايل. معايا محتاجة ادجست الكاميرا السكرين عشان ادوس على الابلاي اللي تحت. انا عملت ابلاي هنا، ظهرت لي هنا يا جماعه فيتشر انا حابب ان انا اتكلم عليها. الفيتشر دي هنا لو في عندك كونفيجريشن اكتف على سباين او ليف، بيقول لك والله ان الكونفيجريشن بتاعتك دي هتضرب فين او هتاثر فين. طبعا هنا بيقول لك خد بالك ان التغيير بتاعك ده هياثر على الكونفيجريشن اللي اوريدي موجود على السويتش 101 والسويتش 102. هقول له سبميت تشينج، وبكده يبقى انا عملت الفي بي سي بتاعتي كامله على الفابريك بتاعي ووصلتهم بالسويتش. هنخش دلوقتي على سي ال اي عشان نعرف ازاي نقدر نعمل فيريفيكيشن للشغل بتاعنا ده. طيب انا دخلت هنا على السي ال سي ال اي بتاعي اوكي، دخلت على الليف، لو كتبت شو في بي سي الليف 101 او الليف ايه شو في بي سي، هلاقي ان الفي بي سي بتاعتي اوكي اتشكلت اوكي، خدت دومين اي دي وقال لك البير ادجيسنسي السويتش الثاني قام معايا، كل الكونفيجريشن ظبطت. كمان هلاقي ان هو البورت تشانل ان انا عملتها اساين سكسسفول وخدت بورت تشانل 6 واصبحت سكسسفول اوكي. لو عملت شو بورت تشانل سمري هقول لي كونفيجريشن، هقول لي كمان ان البورت تشانل بتاعي اس يو طبعا اكتف شغاله، مفيش نيجوشيشن وهي على انترفيس ايثرنت 1/3. يبقى كده الايه البورت تشانل بتاعتي اشتغلت. هاجي هنا من على الايبك كمان هعمل شو في بي سي، هوري لي المابنج، هيوري لي البورت تشانل بتاعتي ازاي هي ماب. اقول والله زي ما حضراتكم شايفين انا عندي في بي سي ابلاي على 2 سويتش اللي في A واللي في B اوكي، واخده رقم بورت تشانل 6، هو عمل لها داونلود او اداها بورت تشانل لوحده اوتو جنريتد، اداه 6 وزي ما احنا شايفين هنا. طبعا ده اسم البورت تشانل اللي احنا اسم البوليسي جروب اللي احنا الانترفيس بوليسي جروب اللي احنا عملناه بي بي سي 101 102 اوتوماتيكلي ادالها الاي دي 6 و عمل بوش للكونفيجريشن على الليف زي ما احنا شفنا في الكونفيجريشن بتاعتنا اللي قبل كده هنا، وخدت الانترفيس رقم 6. ارجو انكم تكونوا استفدتوا في الكورس في السيشن دي، وان شاء الله نشوفكم في سيشن قادمه.